السلام عليكم ورحمة الله. الهدف من هذا التمرين هذا هو حل متراجحة تحتوي على اللوغاريتم النبيري. إذا المتراجحة ديالنا عندنا الألان ديال جوج إكس مربع ناقص ثلاثة إكس أكبر أو تساوي جوج الألان ديال ستة ناقص إكس. إذا أول خطوة لحل المتراجحة هي تحديد مجموعة تعريف المتراجحة. إذا لم تكن دي مجموعة تعريف المتراجحة، اذا دي اكس كتنتمي لار بحيث هنا خصني ندير الشروط. اذا حنا كنعرفو دائما ما بداخل الالين موجب قطعا. اذا الشرط الاول هو جوج اكس كاري ناقص ثلاثة اكس اكبر قطعا من الصفر، كذلك عندنا ما بداخل الالين اكبر قطعا من الصفر. اذا لقينا متراجحتين. اذا باش نحدو مجموعة التعريف خصني نحل المتراجحتين. دونك المتراجحة الاولى عندنا ستة ناقص إكس أكبر قطعا من الصفر تكافئ، كندي ناقص إكس للطرف الثاني كتولي إكس أصغر قطعا من ستة. المترجحة الثانية عندنا جوج إكس مربع ناقص ثلاثة إكس أكبر قطعا من الصفر. إذن هنا باش نحددو جدول الإشارة ديالها او باش نحددو الاشاره ديال المترجحه خصني ندير جدول الاشاره. اذا غادي ناخذ المعادله، غادي نحل هذه المعادله هذه كتساوي لنا صفر باش نلقى الحلول. اذا نعملو باكس جوج اكس ناقص ثلاثة كتساوي صفر. اذا المعادله تقبل حلين، اذا اكس كتساوي صفر او جوج اكس ناقص ثلاثة كتساوي صفر، اي إكس كتساوي صفر أو إكس كتساوي، إذا كنديو تلاتة للطرف الثاني غتجي تلاتة على جوج. إذا غادي نديرو جدول الإشارة. إذا عندنا معادلة من الدرجة الثانية جوج إكس مربع ناقص ثلاثة إكس. إذا هاد المعادلة كتنعدم في الصفر وكتنعدم في ثلاثة على جوج، عندنا ناقص لا نهاية وهنا زائد لا نهاية. إذا ملي كتكون عندنا حدودية من الدرجة الثانية تقبل حلين، فخارج الجدرين كتكون إشارة أ، إشارة أ هي جوج، إذا جوج عدد موجب وبالتالي الإشارة ديال أ موجبة، وداخل الجدرين عكس إشارة أ. إذن إكس كتنتمي للمجال ناقص لا نهاية صفر. إذن حنا باش نعرفوش المجال مفتوح أو مغلوق كنمشي نشوف واش عندنا أكبر قطعا ولا أكبر أو تساوي. إذن أكبر قطعا يعني المجال غيكون مفتوح. إذن اتحاد ثلاثة على جوج زائد لا نهاية، وكذلك إكس كتنتمي هنا عندنا هو بالنسبة للشرط الأول إكس أصغر من ستة، يعني إكس كتنتمي لناقص لا نهاية ستة. إذا باش نحدو حلول باش نحدو مجموعة التعريف خصني نعرف نحدد التقاطع ديال، إذا إكس كتنتمي التقاطع ديال المجال ناقص لا نهاية ستة، التقاطع ديالو مع من؟ مع المجال ناقص لا نهاية صفر، اتحاد ثلاثة على جوج زائد لا نهاية. إذا إلا درنا التقاطع فغلقى المجال ناقص لا نهاية صفر، اتحاد ثلاثة على جوج ستة. إذا هذه مجموعة التعريف، هذه المترجحة. إذا دابا ندوزو لحل المترجحة. إذا اللي يكون إكس عنصرا من المجال دي اللي هو ناقص لنا هي صفر، اتحاد ثلاثة على جوج ستة. إذا الألان ديال جوج إكس كاري ناقص ثلاثة إكس أكبر من أو تساوي جوج إلين ستة ناقص إكس يكافئ. إذا الألان ديال جوج إكس كاري ناقص ثلاثة إكس،
إذا حنا كنعرفو الألين ديال إكس أس أن كتساوي لنا أن ألين إكس، إذا هاد جوج غطلع للأس غادي ترجع الألين ديال أش ديال ستة ناقص إكس لكل أس اتنان. إذا الألين نطبقو التكافؤ ديال الألين أ أكبر من الألين بي فيكافئ أ أكبر من بي. إذا جوج إكس كاري ناقص ثلاثة إكس أكبر أو تساوي ستة ناقص إكس لكل أس اتنان غادي ننشر. إذا متطابقة هامة يعني ستة وثلاثين ناقص جوج في ستة في إكس هي 12 إكس زائد إكس مربع. إذا غنبسطو المتطابقة الهامة غنرجع كلشي للطرف الأول، إذا غترجع جوج إكس كاري ناقص ثلاثة إكس، إذا زائد إكس إكس كاري غترجع ناقص إكس كاري ناقص 12 إكس غترجع زائد 12 إكس ناقص ستة وثلاثين أكبر أو تساوي صفر. إذا غنبسطو الكتابة، عندنا جوج إكس كاري ناقص إكس كاري هي إكس كاري ناقص 3 إكس زائد 12 هي زائد 9 إكس ناقص 36 أكبر أو تساوي صفر. إذا شنو لقينا؟ لقينا واحد المتراجحة من الدرجة الثانية. إذا باش نحل هذه المتراجحة كندير كخصني ندير جدول الإشارة، وباش نصوب جدول الإشارة خصنا نلقاو الحلول ديال المعادلة إكس كاري زائد 9 إكس ناقص 36. إذا غادي نديرو دلتا، فدلتا غتعطينا دلتا هي بي كاري ناقص 4 ا سي. إذا 9 أس 2 ناقص 4 مضروبة في ناقص 36 أي كتجينا 9 زائد أو 81 زائد 4 عندنا زائد، إن 4 في 6 هي 144، إذا المجموع هو 252 أو 225. إذا إلا درنا الجذر ديال دلتا غيعطينا 15. إذا المعادلة تقبل حلين، إذا إكس غادي تساوي إما ناقص، إذا كتساوي لنا بي ناقص جذر دلتا على جوج أ، يعني بي هي ناقص، إذا بي هي أو ناقص بي، إذا هي 9 ناقص أو ناقص 9 ناقص 15 على جوج، إذا هي ناقص 16 على جوج أي ناقص 8. إذا إكس الحل الأول إكس كتساوي ناقص 8 أو إكس كتساوي إذا ناقص بي زائد جذر دلتا على جوج أ، ناقص بي هي 9 إذا ناقص هي ناقص 9 ناقص زائد 15 على جوج، إذا هي 6 على جوج هي 3. إذا لقينا جوج ديال الحلول هي ناقص 8 و 3. إذا دابا غادي نديرو إشارة هذه المتراجحة. إذا عندنا ناقص 8 و 3، إذا خارج الجذرين إشارة أ اللي هنا في الحالة واحد، وداخل الجذرين عكس إشارة أ. إذا الحل ديال هاد المتراجحة إكس كتنتمي للمجال ناقص لا نهاية ناقص 8. إذا مادام عندنا أكبر أو تساوي فالمجال كيكون مغلق، إذا اتحاد 3 زائد لا نهاية. إحنا عندنا أكبر أو تساوي كناخد اتحاد ديال المجالين الموجبين. إذا إحنا عندنا إكس كتنتمي لاتحاد هاد المجالين وإكس كتنتمي كذلك لمن كتنتمي للدي اللي هي مجموعة التعريف، إذا إكس كتنتمي لناقص لا نهاية صفر اتحاد 3 على جوج 6. إذا باش نلقى الحل ديال ديال هاد المتراجحة خصني ندير التقاطع ديال هاد المجالات بجوج. إذا باش ندير التقاطع فغادي ندير واحد المستقيم مدرج وغنمثل فيه المجالين بجوج. إذا غنبدا بهاد المجال هذا
اتحاد هاد المجالين. اذا عندنا صفر، عندنا 3 على 2 وعندنا 6. اذا المجال وهذا، اذا هاد اكس كتنسامي لهاد النقط لهاد المجالين بجوج. عندي كذلك المجال الثاني، اذا عندنا اكس ناقص لنا هي ناقص 8، اذا ناقص 8 مثلا هنا، اذا ناقص 8 3 زائد لا نهايه، اذا 3 غتكون هنا، اذا 3 زائد لا نهايه، اذا في هذا المكان هذا. اذا التقاطع هو اللي كيمثل لنا مجموعه الحلول. اذا التقاطع في هذا المجال هذا اللي هو ناقص لا نهايه ناقص 8 اتحاد هذا المجال هذا اللي هو 3 6.